أشكر لكل من دعمني وشاركني الفرحة على جميع التواصل الاجتماعي. ناس كثير كانوا يسألوني وش معنى مسابقة الحساب الذهني أو وش معنى الحساب الذهني؟ الحساب الذهني إني أطرح وأجمع في أسرع وقت ممكن. وكانوا يسألوني بعد وش شعورك بفوزك يعني لما فزت المركز الثاني؟ كان شعور جدا جميل، يعني شعور إنك فاز المركز الثاني وصايرة ترند على السعودية لمدة يومين، شعور لا يوصف صراحة. وكانوا بعد يسألوني اعتزاز وليش كنتي مرة مركزة يعني في الاختبار؟ طبعا الحساب الذهني يبغى له تركيز وثقة بالنفس جدا كبيرة، فالحمد لله يعني فزت المركز الثاني. وكمان يسألوني ليش حركة اليد هذه، يعني إيش هي، شلون حركة اليد؟ حركة اليد أنا قاعدة أتخيل الرقم، قاعدة أطرح وأجمعه بحركة اليد هذه. أشكر أمي وأبوي وتيتشر فداء على تعبهم معي، يعطيهم العافية.